بحسب نشطاء، فإن النزاع المسلح بين العشيرتين أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقاً لشهود عيان من داخل إحدى المستشفيات في البصرة بعد نقل المصابين إليها. هاي عبن دولة فاشلة وماكو قانون. شاب ما يتعدى عمره 19 سنة ميت مضروب طلقة براسه، وللعلم هاي أهله وناسه جاي يجون، وبعدها الحبل على الجرار. هاي مستشفى المواني للطوارئ، هاي البصرة سعر أبو شنقي. أبشركم طبعا لأنه ما قدرت أصور أكثر. هاي أهل الميت وجاي يجيبون مصاويب، هاي قدامكم مضروبين طلقات، يقولون البصرة أمان. أمن وأمان البصرة.